السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين بزاف من الناس باريكزومبل كيتوري له عفسة مليحة ولا عفسة تاع خير، يقول لك ادعي ربي سبحانه يهديني. باريكزومبل انسان لا يصلي، تقول له يا اخو انا نروحو نصليو الجماعة، يقول لك والله غير انا مانيش نصلي ولكن ادعي لي ربي سبحانه يهديني. صح سي فري، ربي سبحانه هو اللي يهدي وهو اللي يستجيب الدعاء، ولكن ما نساوش حاجة باللي حنا لازم نتاخذو بالاسباب. نعطيكم اكزومبل شباب وسهل. باريكزومبل انت باش ربي سبحانه يرزقك بالمال ولا يرزقك بالرزق لازم تخدم، يعني لازم تحوس على خدمة، لازم تجتهد في العمل تاعك باش ربي سبحانه يوفقك باش يرزقك بالمال. فوالا، دونك الاسباب انت تاخذ بالسبب انك تروح تخدم وربي سبحانه هو اللي يرزق. تقدر تخدم حياتك كومبلي وربي سبحانه ما يكتبش انك ترزق، ماذا ترزق. كذلك في الهدايه لازم نتخذوا بالاسباب، يعني بار اكزومبل نجتهدوا في انه ربي سبحانه يهدينا. بار اكزومبل انسان ما يصليش يسي كيفاش يبدا يصلي، كيفاش يبدا يتعود، كيفاش يبدا حتى ربي سبحانه يوفقه ويهديه الى الصراط المستقيم. دونك ما جايش انك ما دير والو وتقول ادعوا لي انه ربي سبحانه يهديني. صح الدعاء حاجه مليحه، ولكن اتخاذ بالاسباب تانيك حاجه لازم نديروها حاجه اساسيه. دونك فوالا، ربي يهدينا ويهديكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.